هلو ايفريوان واهلا وسهلا فيكم مرة تانية من بوتيكات مع توتوريال تاني. اليوم رح اعلمكم كيف تعملوا دراماتيك سموكي ايز. رح نطلع بالسموكي درجة درجة خطوة خطوة مشان سهل امور عليكم، فاذا حابين تشوفوا خطوات الميك اب keep watching. So guys رح نبلش ب put a lid on it من the palm. فوق البرايمر رح استخدم كمية كتير قليلة من Ultra HD Concealer Makeup Forever درجة Y31 اللي هي باليلو، هيك بنكون عم نثبت الكونسيلر أكتر. It's beautiful. من Palette Venus XL من Line Crime رح اخد Idealized واللي هو Peachy Color واللي هو لون انتقالي. عطول تذكروا لتحصلوا على افضل نتيجه للبلندينج خلي حركه البرش دائريه وشمال يمين. بعدنا بباليت فينيكس اكسل من لاين كرايم وراح اخذ لون افرودايت. تركيز هذا اللون راح يكون على الابر بارت للكريس، هيك بنكون عم نعمل ليفت للعين بطريقه كتير حلو وناتشرال. فوكس تركيز الغامق بهذا اللون كان على الابر بارت تبع الكريس اللي خلينا نحصل على هالنتيجة للعين، صارت العين اوريدي بلشت تنسحب معنا بطريقة حلوة وطبيعية. ننتقل الآن إلى القلم الأسود من ميك اب فور ايفر، شوفوا الطريقة قديش سهلة وشوفوا السموكي قديش بيصير سهل. قلم أسود بنحطه على كل الجفن المتحرك، نسحب العين من برا شوي. حان وقت الدمج، رح أخذ برش صغيرة ونبلش ندمج الأسود بالشادو اللي أوريدي موجود. كمان بنرجع بناخد من فينيس إكس إل من لايم كرايم هذا اللون اللي عناه بكتير غامق اسمه بوتشيلي. لا بوتشيلي يا ريت طلع. أكيد بنصح أول شيء لنعمل سموكي حلو خلي الشعر يكون مات. في حال عبالنا نزيد أكسسوريز تبو الميك اب الكليترز اكسترا إلى آخره، فينا نزيدهم بالآخر. نفس الطريقة أكيد على العين الثانية، بدنا نشبع منيح منبت رموش وشوي شوي نطلع بالأسود. بلندينج خفيف للقلم الأسود مع الشادو اللي أوريدي نحن بلشنا فيه. بعدنا باللايم كرايم فينيس إكس إل بوتشيلي. وأعيد وأكرر من شان اللون يطلع حلو وثابت بدنا نبنيه على مراحل. Now it's Flora time كمان من Line Crime Venus XL. هذا كورل، لون كورل كتير حلو. رح أخذ شوية كونسيلر من ميك اب فور ايفر كمان نحدد شوي تحت الحاجب. بعدنا بالبلندينج بروشز من ميك اب فور ايفر رقم 242 رح أخذ شوية ميك اب ريموفر من ميك اب فور ايفر جنتل ميلك، بس لأنه شو عم نشتغل سموكي وألوان غامقة. In order to keep everything clean خلي الشغل سوبر نظيف، ننظف شوي تحت العين. بعدنا بالقلم الأسود ورح نحدد أكتر، نفوت فيه شوي للقلم لجوا. كمان نعمل بلندينج للقلم ليصير سموكي أحلى وأحلى. لازم نحط القلم الأسود قلب العين. من كفر اف اكس رح استخدم برايمر جميل جدا 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 اسمه Illuminating Primer. برايمر حلو كتير كتير وبرتب الوجه. أما البرش من ميك اب فور ايفر رقم 122 عطول تركوا مجال للبرايمر لياخد على السكن قبل ما تحط الفاونديشن. أما الفاونديشن كمان اللي رح استخدمه هلا بعد 2 minutes كمان من كفر اف اكس ورقمه G70. حبيتي؟ ايه للأمانة It's beautiful صراحة. تحبي أكثر كريمي كونتور ولا الباودر؟ شوفي كريمي معبوبة كيف بيطلع. أكيد. Alright. نستخدم الأندر بينتينج ميك اب فور ايفر واللي هن فاونديشن كوركتر ولهم عدة استعمالات. يوجولي أكيد أنا بمشي مع عظمة الخد. So هيدا خدك وهي العظمة هون. So هون كونتورك. نوصل لكونتور الأنف، أخذ كمان كمية قليلة. تبي لو تعملي أنت كونتور لمنخارك بس تشتغلي على هيدي المنطقة. It's beautiful كله على بعضه، حليه شوي بس إذا غرغرنا شوي هيدي المنطقة. كمان رح أخذ من الأندر بينتينج هذا اللون، أنا شكلي أدمنت عليه لأنه ممكن دخله بكل الميك اب، عم بضوي العين بطريقة كتير حلوة.
بيوتي بلندر بس تمرق معنا مرور الكرام 1 2 3 1 2 3 كمان تثبيت الكونسيلر والفاونديشن راح استخدم سنسي خفيفة جدا 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 وما بتغير لون الفاونديشن هيدا اهم شيء مثل ما ملاحظين بالفلافي براش عم باخذ كمية قليلة جدا 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 عم بوزعها كمية قليلة من اللوس باودر تحت العين كمان منشان تحمي الفاونديشن هذه الباودر عجيبة كمان رح ارجع انتقل للقلم الاسود وعودة الى بوتيشيلي فاشن فروم لايم كريم باليت اليوم لايم كريم اخذ حصه كثير كبيره بالتوتوريال وحان وقت الحواجب باستخدام برو سكالبتنج باليت ميك اب فور ايفر نمبر 2 رح نمشط الحواجب بال 3D براو تون من بنفيت اي لاف ذس ماسكارا لانه فيها هيك شويه برونزي وننتقل الى الجزء اللي اكيد ولا حدا بيستغني عنه اللي هو شو الرموش ورموش اليوم من بينكي جود ليلى جليتزي باليت سكالب سيبيا وشوي بعد كمان من نفس الباليت رح اخد وارم روز ننتقل الى الهايلايتر الاكثر ادمانا حول العالم امري زي From Anastasia Beverly Hills. هذا عشق، هذا إدمان، هذا خيالي. نفس الهايلايتر رح آخذ منه كمية قليلة جداً. نوصل للشفاف رح نستخدم ميك اب فور ايفر نمبر 22 كونتور كتير حلو. منه ناتشرال كتير ومنه قوي بس لونه جداً رائع. كتير مهم نعبي كل اللبس بالكونتور من أناستازيا بيفرلي هيلز رح ناخد ليب كلاس كاراميل ماسكارا باد جال فروم بنفيت وأخيرا وليس آخرا هافي ماتل جليتر لاينر من أوربن دي كي وختامها مع ميست ان فيكس ميك اب فور ايفر جنينين جمال المكياج جد جد يلي كان زين عندي مناسبة أروح أحللها وايد حبيت وهيك بنكون خلصنا توتوريال اليوم دراماتيك سموكي آيز دوي سكين وناتشرال جلوسي ليبس مع بوتيكات إن شاء الله تكونوا حبيتوا التكنيكس والتريكس والقصص اللي أعطيتكم إياها بدي أرجع أذكركم إنه كل البرودكت استخدمناها بهذا اللوك موجودة عندي بالبوتيك وبشوفكم المرة الجاية إن شاء الله مع توتوريالز جديدة